بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بنستعين عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. يتجدد اللقاء بعشاقي ومحبي سباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المساء، وانطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة ضمن هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي حفظه الله للهجن، الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان تحفة ميادين سباقات، حاملا معه الانتصارات والناموس والخير في كل تحدياته على أرضية هذا المكان المميز. بسم الله وعلى بركة الله، أعطيت الإشارة لانطلاق أول الأشواط، أشواط الحول، الرقص مع الكبار من خلال هذه الانطلاقة التي تحمل هذه القوة والتحديات لمسافة 8 كيلومترات. نرحب بحضورنا الكريم المتابع لهذه الانطلاقة من أرضية هذا الميدان، وكذلك الترحيب بمشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسنج وقنوات ياس الفضائية وقنوات الكأس الرياضية التي تتابع هذا التحدي على أرضية هذا الميدان. نرحب بالجميع ونسير مع هذه الانطلاقة الأولى في هذا المساء للتعرف على النجوم الكبار الذين انطلقوا في هذه اللحظات في الشوط الرئيسي الأول. المقدمة والصدارة إلى وجود وسام محمد بن فرعي بن راشد بن عبيد المنصوري، الناطق الرسمي الذي يعلن تواجده أيضا في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. المركز الثاني انطلاقنا إلى إنجاز سهيل بن رملي بن محمد العامري، بينما على المركز الثالث سمهرم على المركز الثالث راشد بن محمد بن غالب المنصوري، أذهب إلى المركز الرابع والظبي على رابع المراكز سعيد بن سلطان بن محمد العرياني، بينما على خامس المراكز تأتينا اللؤلوة في المركز الخامس حمد بن غانم بن سلطان الهديفي في هذا التحدي وهذا المسار. انتقل إلى المركز السادس من خلال التحديات، أمزينة تأتي على المركز السادس أحمد بن سعيد بن محمد الكليلي. هذه المراكز الستة الأولى في هذا الانطلاق وهذا المسار وهذه التحديات. هنا وسام محمد بن فرعي بن راشد بن عبيد المنصوري التي تأتي على المركز السابع. في المركز الثامن إلى وجود بشاير حمد صالح بن سيف بن حمد بن صالح الظاهري، وعلى المركز التاسع الدخول القادم في هذه الانطلاقة هنا بوجود معجزة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، وعلى المركز العاشر تأتي هملولة سعادة فرعي بن علي بن حمود الظاهري. هذه الأسماء 10 مراكز، أول النداءات في هذه الانطلاقة وما تحملها أيضا من تحديات الشوط الأول وقوة الشوط الأول. أعود إلى المقدمة والذيبة التي تقود أول الانطلاقات، حارب بن سعيد بن حارب بالعقيد الاشتبي بالعجيد الاكتبي في هذه التحديات. هنا على المركز الثاني، المركز الثاني بالرملي مع انطلاقة إنجاز سهيل بن رملي بن محمد العامري، وهنا على المركز الثالث تأتي لولو في هذه اللحظات الضيفة القادمة. هناك من انطلاقات الشحاني حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وهنا على المركز الرابع إلى تواجد سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري في رباعية المقدمة التي تقود الصدارة وتقود أيضا هذه البداية وتحمل المنافسات المبكرة في هذا الشوط. الشوط الأول هنا الكيليلي يأتينا مع انطلاقة أمزينة على المركز الخامس وأحمد بن سعيد بن محمد الكيليلي، وهنا على المركز
السادس، هذا هو الناطق الرسمي، هذا هو الشعار وسام محمد بن فرعي بن راجد بن عبيد المنصوري. ما شاء الله وتواه تبارك الله، أهل الغربية كلهم هني، كلهم هني، أهالي الظفرة وأهالي المنطقة هذه كاملة أيضا يحملون التحدي والأداء المميز من خلال هذه اللحظات. هنا المركز السادس، وصلنا إلى سادس المراكز، والراعبية على المركز السادس أو المركز السابع في هذا التحدي. سلطان خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي أيضا من السمحة، تحديات القوة في كل المناطق المميزة. المركز الثامن هناك مياسة أو وجود الضبي سعيد بن سلطان بن محمد العرياني، وهنا على المركز التاسع نعود مباشرة إلى بشاير صالح بن سيف بن حمد بن صالح الظاهري. والمركز العاشر هذه القادمة انذار مصبح بن سالم بن راشد بن مخيت الاشتبي. هذه المراكز وهذه التحديات. وانتصف المسافة وين يا ابو سلطان؟ منتصف المسافة ما شاء الله، ما وحالنا، والانتصار اللي يحمل ايضا لحظات القوة وسرعة هذه الهجن التي تعلن انطلاقها في البداية. هنا ابن عجيد في المركز الاول في المركز الصدارة، وهناك ايضا ما شاء الله سيطرة من انطلاقة هذا الشوط. الذيبه 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 حارب سعيد بن حارب بن عجيد الاشتبي التي تعلن تواجدها وتعبر الاربعة كيلومترات في هذا الاندفاع وهذه اللحظات. اللولو على المركز الثاني حمد بن غانم السلطان الهديفي اقوى الاسماء المرشحة في هذا الشوط، يراقبها المتابعون ويعرفها المحللون ويعرفها ايضا كل الاسماء التي تأتي دائما في ظل هذا الشعار. بالرملي ايضا يقود انطلاقه تحمل انجاز سيل بالرملي محمد العامري، وهناك على المركز الرابع سمهرم راشد محمد بن غالب المنصوري. الرباعية التي تقود المقدمة لا تزال على الصدارة، لا تزال على اول التحديات والاندفاعات، وهنا الناطق وصل، الناطق وصل يقود هذه التحديات وسام محمد بن فرعي بن راشد بن عبيد المنصوري. الكل يطالبك بسلام يا صاحبي هذا الشعار، خاصة أنت المتحدث والناطق باسم المنطقة. هناك المركز السادس إلى وجود الراعبية سلطان بخلي بن أحمد بن سيف الرميثي. يا سلام يا سلام مع هذه التحديات، اسم آخر خطر أيضا دائما في هذه الفئة وهذا السن. المركز السابع أذهب إلى سابع المراكز ومزينة هناك في المركز السابع أحمد بن سعيد بن محمد الكليلي. يا سلام كل هذه الأسماء سبعا على الصدارة، سبعا من خلال هذه الأسماء. والمركز الثامن، المركز الثامن العرياني الظبي مع سعيد بن سلطان بن محمد العرياني. المركز التاسع في تحركات وانطلاقات، المركز التاسع بشاير صالح بن سيف بن حمد بن صالح الظهري، وهنا ايضا وصلت هملوله، تحرك الاقتصادي تحرك مع هملوله سعادة فري بن علي بن حموده الظهري في هذه اللحظات. واحده من الاسماء القويه في هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته ما شاء الله. اتابع الصداره، اعود الى المقدمه بن عجيد. يا سلامي عليك يا سلامي عليك من البدايه قياده هذا الشوط ما شاء الله. فرحه فرحة في المقدمة على المركز الأول، الطير أيضا في هذه اللحظة بالصدارة وهي الذيبة، الذيبة على المركز الأول والصدارة وانطلاقة ما شاء الله موفقة حتى هذه اللحظات. ينتظر التعليمات وهي تنتظر أيضا الإشارة من المالكي والمضمر. المركز الثاني لولو، وذكرنا قوة لولو، انطلاقة لولو على المركز الثاني غيرت إلى الصدارة وإنجاز تتبع سهيل بن رملي. هناك حمد بن غانم الهديفي الذي يقود اللولو على المركز الأول وإنجاز في المركز الثاني أيضا من خلال التحديات والإنجازات سهيل بن رملي محمد العامري. ما شاء الله تحدي ثنائي على المقدمة وعلى الصدارة. شوف التغييرات التبديلات، وهنا على المركز الرابع نعود مع سمهرم راشد محمد بن غالب المنصوري أيضا تقدمت إلى هذه اللحظات ما شاء الله. أشوف المركز الرابع تعود هنا تع...
تعود هنا الراعبية ايضا تبدا ايضا بالدخول الى هذه اللحظات. سلطان مخليف بن احمد بن سيف الرميثي، السمحة قادمون، السمحة قادمون. واشوف ايضا شعار الكليلي، الكليلي مع مزينه هناك، احمد بن سعيد محمد الكليلي. هذه الاسماء نقول 1800 انجاز، نوت على تحقيق انجازها في هذا الشوط، في هذه الانطلاقه بالفعل. الشوط الاول، مكسب الشوط الاول، الكل يتطلع الى الشوط الاول، يتابع يتابع، ولكن اتابع هي سمهرم قادمه، سمهرم قادمه، ولولو ايضا في المركز الثاني، حمد بن غانم الهديفي ايضا في هذا التحدي، سمهرم على المركز الثالث، بن غالب قادم، راشد محمد بن غالب المنصوري. واشوف هملول اقتربت، هملولة سعادة فرج بن علي بن حمودة الظهري الذي يأتي دائما بالأسماء المحليات ويعشق هذه الفئة دائما في كل المنافسات، وقدم العديد من الإنجازات. نقترب من لوحة الإعلان، نقترب من لوحة الإعلان في هذه اللحظة. وهنا أيضا بالرملي، ركز يا بالرملي، خلاص الكل، الكل قادم، مصانع جنوب ينتظرون. 1200، 1200 المسافة، المسافة وإنجاز، أسرعت ما شاء الله وتبارك الله. حرك حرك على الخفيف، على الخفيف، هناك المقدمة والصدارة، وتابع أيضا وجوده السيد بن رملي محمد العامري اللي تقود المركز الأول والصدارة. وأول تحدياتنا مع الكيلومتر الأخير، تفتتح الأبواب لولو على المركز الثاني، حمد بن غانم وسلطان الهديفي. أشوف هملولة، هملولة وصلت، وصلت هملولة، جاء الاقتصادي، جاء الشعار الخطر في المحليات والتحديات والانطلاقات ما شاء الله من خلال هذه الأسماء المميزة، هي هملولة سعادة فري بن علي بن حمودة الظهري ما شاء الله. وتابع الانطلاق، وتابع المركز الرابع، سمهرم على المركز الرابع، راشد محمد بن غالب المنصوري، منافسة ثنائية، إنجاز تحاول لولو وتتقدم. المركز الثالث هي القادمة أيضا، هي هملولة على المركز الثالث في هذه الأسماء، إنجاز صامدة بالرملي أيضا. دائما كعدد مصانع الجنوب المنتجة والمقدمة دائما لكل التحديات، منطقة ما شاء الله كلها تعرف الإنجازات والتحديات في هذه الرياضة وانطلاقاتها. أشوف المقدمة، الصدارة هي الإنجاز، حرك الإنجاز، يحاول يباعد الإنجاز وينقل أيضا هذا الإنجاز إلى سجلاته في هذا الشعار المتميز دائما بكل التحديات. خلاص نقول الحين ونعلن هنا من خلال هذه اللحظات تهانينا والناموس إلى مصانع جنوب كافة المنطقة هناك، وما تحمل أيضا انطلاقات شعار واحد من الشعارات المميزة، سهيل بن رملي محمد العامري الذي قاد أيضا هذا الإنجاز إلى خط الإنجاز مع النهاية. تهانينا والناموس بالرملي. المركز الثاني لولو حمد بن غانم الهديفي، المركز الثالث في هذا الانطلاق جاءت هملول سعادة فري بن علي بن حمود الظهري، المركز الرابع سمهرم راشد محمد بن غانم المنصوري، والمركز الخامس هي شواهين ثامر بن سيف بن ثامر المرار. هذه اللحظات، هذه الانطلاقات، هذه التحديات. نعود بالتوقيت، بالرملي سلام، بالرملي سلام، أدائك مميز ما شاء الله كالعادة، تحياتنا إلى مصانع الجنوب بإنجازاتهم. 12 30 أربع أجزاء من الثانية أيضا، تهانينا والناموس لهذه الانطلاقة أيضا من خلال أول الأسماء المسجلة. المركز الثاني 12 33 6 من الأجزاء من الثاني، تهانينا والناموس إلى اللولو وحمد بن غانم وسلطان الهديفي في هذا التوقيت الممتاز. والمركز الثالث هملولة كانت في المركز الثالث أيضا، تهانينا فري بن علي بن حمودة الظاهري على هذا الإنجاز والتحدي. 12 دقيقة 39 ثانية وأربعة من الأجزاء من الثواني. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته.